لم تقتصر جرائم داعش في الموصل لا سيما في جانبها الأيمن على تدمير الحجر، بل استهدفت قهر البشر أيضا ولنحو 3 سنوات، حيث انتشرت سجون تعذيب راح ضحيتها الآلاف من أهالي المدينة. وسام يوسف رصد أحد هذه السجون في منطقة تعرف باسم العكيدات وأعد هذا التقرير. لا يكاد يخلو أي من الأحياء السكنية المحررة من احتلال داعش في الموصل، سواء في الجانب الأيسر منها أو الأيمن، لا يخلو من وجود سجون أنشأها مقاتلو التنظيم في المنازل التي صادرها من الأهالي. وهذا السجن أحد السجون التي عثرت عليها قوات الرد السريع في منطقة العقيدات غربية الموصل. السجن يحتوي على 5 زنازين كبيرة لاحتجاز السجناء، الزنازين كلها بشكل مسلح وحديدي، بشكل حديدي، هي مغلفة بشكل كامل على شكل صناديق حديدية كما تشاهدون هنا في هذه البوابة. ولكي يخفي داعش جرائمه عن الإعلام ما بعد تحرير الموصل، فإنه يتعمد إحراق مقراته وسجونه قبل أن يغادرها منهزما، كما هو الحال هنا في هذا السجن الذي دخلته أخبار الآن، حيث حاول داعش أن يطمس جرائمه بحق أهالي المدينة لكي يخفي أيضا المعلومات التي يمكن أن تقود إلى إلقاء القبض على مقاتليه الذين أمعنوا في تعذيب الأبرياء. والله هذا أخذوا تنظيم داعش، قال أخوك خارج أرض الخلافة، خارج أرض الخلافة مالنا، ويصاب قلنا له هو بالشمال قاعد بربيل، قال إذا هذا مع العصاة والمرتدين، هذا كافر. إيه والله قالوا إحنا ما دي ناخذه، إحنا بس دي نحجزه، بس بعدين بعد 3 أيام 4 أيام جوا كسروا الأبواب والقفالة وسووا سجن مركز، ما السجن مال هاي المنطقة كلها العقيدات وباب جديدة. تقدر القوات الأمنية العراقية عدد سجون داعش التي تم العثور عليها حتى الآن في المناطق المحررة من الموصل، تقدرها بأكثر من 200 سجن، أغلبها سجون كانت معدة ومجهزة بوسائل تعذيب متنوعة، ويديرها أفراد مدربون في أساليب تعذيب السجناء نفسيا وجسديا. هذه هي آلة التعذيب التي كان يستعملها داعش في تعذيب السجناء، هذه آلة للصعق الكهربائي، هي طبعا آلة محورة تم تحويرها، هي آلة للتمارين الرياضية تم تحويرها بشكل للتعذيب والصعق بالكهرباء. أيضا من الأمور الأخرى التي وجدناها هنا في هذا السجن هو السلاسل الحديدية الموجودة هنا التي كان يستعملها التنظيم في تعليق السجناء وتعذيبهم في هذا السجن في هذا المكان. سجون داعش التي أنشأها في الموصل كانت مقسمة حسب اختصاصها ما بين ما تسمى بدواوين الحزبة والأمنية، حيث زج فيها داعش خلال سنوات احتلاله المدينة الكثير ممن كانوا يعارضون تواجده ولا يبدون الدعم للتنظيم ولمشاريعه الإجرامية.